السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مباراة كانت في ندية كبيرة في اطار روح رياضية بين شقيقين بلدين شقيقين، نظن كانت مباراة مفيدة، خاصة كان اندفاع بدني في اطار رياضي مليح، وكان هناك ندية في المباراة. الحمد لله يا ربي، نظن استفدنا المنتخبين اللي استفدنا من المباراة. خاوتي هذوك كيما نقولوا خاوتي، بصح في السيرتيرا كل حاجة في بلاصتها اخويا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.